ويلكم يوتيوب، ورجعنا لكم بفيديو جديد. والفيديو هو النهارده اول تحدي لو خيروك على قناتنا، تمام؟ وان شاء الله التحدي يعجبكم. هيبقى تحدي عباره عن نختار ما بين يوتيوبر، تمام؟ بين يوتيوبر انس هيقول لي اتنين، هيقول لي لو خيروك اتنين، وانا هقول له يعني ايه هخيرهم بين يوتيوبرز، تمام؟ ودلوقتي هنبدا مع بعض. مين كل حاجه وكل حاجه كاتبينها هنا في المذكره، في المذكره بتاعتنا بنكتب كل حاجه فيها، كل حاجه افكار. يلا مين اللي يبدا الاول؟ مش عارف. ايوه ماشي انس يا جماعه، ولا هيبدا واحده بعد كده واحده؟ ماشي يلا نبدا. لو خيروك يا بلال تختار شادي سرور، شادي سرور ولا دايلر؟ شادي سرور ولا دايلر؟ انت كده انت حطيت في موقف صعب على فكره. شادي سرور ولا دايلر؟ هو بص، شادي سرور بالنسبه اللي هو مصري، وانا صراحه بحب اشجع اليوتيوبر المصريين وكده، بس شادي سرور بقاله فتره كده متوقف يعني وكده، بقاله فتره هو ما بيعملش فيديوهات، واللي هو خلاص بقى انا كسبت بقى، ومعايا مثلا معايا كل حاجه، معايا عربيه، معايا كل حاجه، خلاص انا مشهور وخلاص بقى هبطل فيديوهات، راح اعمل مثلا اي حاجه تانية. لكن بالنسبه لدايلر يعني من ساعه في فيديو عمله قال لك ايه، انا بعمل يعني هيعمل دعم قنوات ودعم قناه، وصل 30,000 مشترك دلوقتي بعد ما كانت 500 ولا حاجه، ودايلر متواصل وبيعمل يعني سلاسل كتير قوي في قناته. هو ما ينفعش اقول ده كام في المية وده كام في المية. اختار يا اما ده، اختار واحد من الاثنين. صراحة بالنسبة للشغل المتواصل والعمل اللي هو الصح، اللي هو ايه بيجتهد في الفيديوهات وبينزله كل شوية وما بيقطعش عن المتابعين قطعة كبيرة، دايلر. كده يكون بلال اختار دايلر في لو خيروك اول واحدة. اللي انا عملته انا بقى دوري في لو خيروك، هسأل انس. جاهز يا عم؟ كات. جاهز يا انس؟ جاهز. معلش هو تعب بس، فانا رايح اشرب ناي ميه يا اسطى. ما ودلوقتي يا رجاله انا هخير اخويا ما بين اتنين يوتيوبر، يا ترى هختار مين؟ لو خيروك يا انس تختار عايش يا برجو عايش وكل الابطال عايش، احمد سعيد برجو ولا مهاب شادي؟ الصراحة مهاب شادي يعني ممكن يكون في الرياكت بتاعه مش قوي، يعني مهاب شادي في الرياكت بتاعه مش اللي هو يعني، وبرضه ما بيستمرش في الفيديوهات. انا شايف اللي هو بينزل يعني، هو خلاص اول ما كارته جابت 100,000 خلاص وقف شوية فيديوهات. اما لكن برجو احمد السعيد برجو، كان احمد السعيد برجو مستمر في الفيديوهات وكده يعني، ومظبط حاله كل شويه بيعمل فيديو مثلا، اهم حاجه يبسط المتابعين وكده. فانا الصراحه اختار احمد السعيد بيه. عايش يا برجو عايش وكل الابطال عايش، انا بعمل كل حاجه بدماغي بس مش بحب الاسفاف. طبعا يا رجاله اخويا اختار احمد السعيد برجو ضد مهاب شادي، وسبحان الله احمد السعيد هو اللي كسب. ودلوقتي دور انس هو اللي هيختار لي هيخيرني ما بين يوتيوبر اتنين يوتيوبرز، ومستني صراحه. جاهز يا بلال؟ جاهز اللي جايه دي؟ جاهز يا اسطى. لو خيروك يا بلال تختار جو حطام، اكيد تعرف يعني، ولا تلكانو؟ انا جاي. طبعا يا جماعه الناس اللي ما تعرفش جو حطام، جو حطاب كان يعني هو ايه، هو راجل فلوجر بيروح اماكن وبيسافر. هو المره دي بيخيرني ما بين جو حطاب وواحد اسمه هتركانو. لا تعليق، لا تعليق من غير ما افكر. جو حطاب امس. كده يكون بلال اختار جو حطام. دلوقتي بقى دوري اللي انا اللي انا هخيره، ودي تالي اخر لو خيروك دلوقتي معانا النهارده. لو خيروك يا انس تختار ما بين محي ياسر، احمد فيدي. يا حول الله، دي صعبه قوي يعني. محي ياسر او احمد فيدي صعبه.
انا مش جايب انا مش جايب انا ايه حاططه كده بالايه، ممكن تقول بعدد السبسكرايبات اعلى مثلا كده، انا حاططه باللوم المتوازي. طيب اهم حاجه الشغل. ايوه انت بقى على حسب دماغك وانت بتحب مين. او صعب قوي يا عم، صعب. لا شوف احط كده ما اعرفش معاك اول الناس معاك الجميل معاك اسئله تفكير. احمد في دي انت عايز تكون لو انتوا مكان انس دلوقتي يا جدعان انت هتختاروا مين؟ كل ينزل كده يكتب في الكومنت في كومنتاتي او يقول في الكومنتات احسن يعني هما بيحبوا مين اكتر واحد احنا قلناه وتحدينا بعض بيه انا واخويا. فشوفوا كده قولوا عقبال ما انس يفكر. احمد في دي ولا محي ياسر؟ محي ياسر ولا احمد في دي؟ الصراحه قررت اختار احمد في دي. احمد في دي يا جدعان، احمد في دي يا جدعان كسب ومحي ياسر خسر. وبس كده الفيديو خلص. يا رب يكون لو خيروك عجبكم. لو عايزين نعمل فيديو تاني تحدي لو خيروك او تحدي تاني يعني تحديات تقولنا تحت في الكومنتات. ويا ريت يا ريت يا ريت لو عايزين نكمل عايزين نكمل في التحديات نوصل الفيديو ده ل 50 لايك. اكتبوا على فكره بس ان شاء الله نوصل ل 50 لايك. اكتبوا تحت في الكومنتات مثلا لو لو خيروك الجاي نعمل عن ايه، او تحدي جاي يبقى ايه، تحدي مثلا اكل ولا ايه بالظبط. وقولوا لنا برضو يعني عادي ساعدونا في الافكار. وبس كده الفيديو خلص. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك وسبسكرايب للقناة وفعل زر التنبيهات اللي هو الجرس ده اللي على جنب زر السبسكرايب. بس كده الفيديو خلص. كان معكم ايه بي فيديو. سلام.